مساء الخير عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك مع حلقة جديدة من برنامجك الأسبوعي الناس و... الجمهور يصفق ويرقص ويغني ويفرح مع الكرة، مع الرياضة والرياضيين. حلقة هذا اليوم عزيزي المشاهد مثل ما شفت وسمعنا راح تكون عن الناس والرياضة. ومثل ما نعرف الرياضة هي لها ارتباط وثيق بالإنسان وعلاقة قوية قديمة في تاريخها وفي أحداثها وفي فصولها، في خيرها وفي شرها أحياناً، وفي لعبها بعقول الناس وفي مثلها لبعض الناس ورفعها للبعض الآخر وخفضها للبعض الآخر من الناس. أوصاف في الواقع متناقضة في حقيقتها، علاقة الناس بالرياضة وعلاقة الرياضة بالناس، يمارسونها في احتفالاتهم القومية والوطنية، والكفاح الرياضي للبطولة يوقظ أنبل ما في الإنسان إحساسه بالرياضة. والرياضة في الواقع لا تفرق، بل هي تؤلف ما بين المتنافسين وتساعد على توثيق أواصر المحبة والأخوة بين الشعوب. ما بيخليه يلعبها سعد الحوطي، تروح للجساس بردها مرة ثانية، ترجع في العرض يلعبها جاسم يعني بياخذها في عرض العرض يلعبها شعيب، شعيب يريح شوي بيطول جلبة جميل فتح جول فتح جول 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 كرة حلوة 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 يا ربي حلوة كرة حلوة مغولة ثلاث أربع يا فتحي يا الفارس يا لاعب الكرة هو مصدر سعادتنا في كثير من الأحيان. في بواسطة هذا اللاعب يجلس الجمهور على مدرجات الملاعب في حالة الفوز، وكأنهم أهما اللي حققوا هذا الانتصار اللي هو في الواقع حققه لاعب في الملعب. كل واحد فينا يتباهى أثناء عمله على حساب هذه الانتصارات اللي صنعها اللاعبين في الملاعب، مع اللاعبين، مع هؤلاء الناس والأشخاص اللي يفكرون ويخططون في الملعب وهم يتحركون ويركضون هني وهناك. كانت معانا معهم هذه اللقاءات. فتحي، قبل لا تسافر مثل ما عرفنا ان الان وقع عليك الاختيار، يعني ما انضميت المنتخب الا في المده الاخيره، شنو شعورك؟ طبعا هالشيء اول بالبدايه ما اختاروني بصراحه، بس هذا شيء يعني الاختيار حق المدرب وحق الاتحاد نفسه، ف
فالخيرة يعني جت بالتالي، فأنا أمثل بلدي مهما كان، يعني اختاروني بالأول أو بالتالي راح أمثل الوطن مهما كان، علشان سمعت الكويت وسمعت الكرة الكويتية. يعني أنت اللي يهمك أنك تمثل البلد، سواء خسرت في الأول أو في الآخر هذه ما هي مشكلة بالنسبة لك. ما أدري أخي فتحي، الآن أنت راح تشترك مع فريق بيغيب عنه بعض زملائك من اللاعبين اللي في المنتخب السابق، غيابهم هل تعتقد أنه راح يأثر عليك وعلى تحركاتك في الملعب؟ طبعا الفريق هذا طبعا غاب منه نجوم وايد، فهو بالبداية راح يأثر طبعا، لأن الفريق يعني غايب منه أكثر من 6 أو 7 لاعبين. ما أدري فتحي، قبل لا تسافر توقعاتك بالنسبة لدورة كأس الخليج؟ والله بصراحة توقعات راح تنحصر البطولة بين 3 دول اللي هي العراق والكويت. يوسف، أنت أول مرة الآن بتمثل المنتخب، شعورك وأنت بتمثل المنتخب؟ والله شعوري شعور أي لاعب يمثل بلده ويخدم بلده في أي مجال، سواء كان مجال داخلي أو خارجي، وإن شاء الله راح أبذل كل ما عندي لأرفع اسم بلدي. ما أدري أخو يوسف، لما اختير المنتخب من قبل الاتحاد وطلعت أسماء المنتخب، شنو كان شعورك أيضا بالنسبة لما شفت الأفراد اللي معاك اللي راح يمثلون المنتخب هذا، وغياب كثير من الأفراد السابقين؟ والله نفس الشيء هم كان شعوري، لأن المنتخب ضم نخبة من الشباب. نعم. فهل النخبة من الشباب راح يعني يستفيد منها المنتخب في الأيام القادمة. أما بالنسبة للاعبين القدامى، نعم، ما حد راح ينكر فضلهم. فمثل ما راحوا راح يجون مكانهم لاعبين ثانيين. لا أقصد يعني أخي يوسف، يعني أنت هل تمنيت أن كان يكون اختيارك مع ذاك الفريق مثلاً في التكوين السابق؟ والله عندي أنا نفس الشيء، سواء كان اختياري مع السابق أو مع نفس الشباب. المهم إنك تمثل بلدي. المهم إني أمثل بلدي. ما أدري أخي يوسف، هل الفريق تنقصه عناصر في خطوطه، أو في اعتقادك إن اللاعبين الموجودين بيغطون كل الخطوط اللي؟ اللاعبين الموجودين راح يغطون إن شاء الله كل عقبة راح تسبب في الفريق، سواء كان في الهجوم أو في الوسط أو في الدفاع. الفترة اللي أعطوها لكم للتدريب هل هي كافية؟ لا، الفترة طبعا ما كانت كافية، لأن كل الفرق كانت مستعدة من مدة طويلة. أكثر من الكويت؟ أكثر من الكويت وايد. الفرق اللي احتكيتوا فيها من خلال المباريات التجريبية استفدتوا منها؟ أي أيوة والله، استفدنا من الفرق اللي لعبنا، ما استفدنا يعني وايد وايد استفدنا فيها. أكثر فريق لفت نظرك من الفرق الأجنبية اللي زارت الكويت؟ فريق السويد. فريق السويدي، شنو كانت النتيجة معه؟ والله هزمونا 2-0. إنما هو كان أفضل فرق. هو كان فريق زين. كتب الناقد الرياضي الإنجليزي جون أرلوت عن الجمهور فقال: أعطيني جمهورا مثل جمهور ويمبلي وأعطيك حماسا من غير حدود يساعد على الفوز.